فضيلة الشيخ، تقديم زكاة المال إلى رمضان لفضله وكرمه وروحانيته. الزكاة تخرج عند تمام الحول، فلا يؤخرها عن وقتها عند عن وجوبها. الزكاة على الفور، لكن إذا كان رمضان أشد حاجة، فيه ناس أشد حاجة أو يتحرى الوقت الفاضل لأن رمضان أفضل، فلا بأس بذلك. وإن كان خلاف الأولى، الأولى أنه إذا وجبت الزكاة يخرجها على الفور ويوصلها لمستحقيها. نعم.